بجامعة محمد الخامس بالرباط تم تتويج مجموعة من المبتكرين من الطلبة الباحثين في مختلف الكليات والمدارس العليا للمهندسين. هذا التتويج يأتي في إطار الدورة الخامسة للابتكار التي تنظمها المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم. عبد المجيد حلاوي وياسين مرافق. لم يعد دور الجامعات منحصرا في التكوين والبحث العلمي فقط. الجامعات أصبح على عاتقها تثمين البحث العلمي. في العالم جامعات مرموقة أصبحت تسجل رقم معاملات يفوق الشركات الصناعية. اقتصاد المعرفة يزحف بقوة، والجامعات لها دور كبير في هذا الاقتصاد من خلال إنتاجات المبتكرين. فالمغرب وعي كبير بأهمية هذا الاقتصاد وبضرورة تشجيع الطاقات المبتكرة من المهندسين والباحثين من مختلف الجامعات ومدارس المهندسين. جائزة ما هي الرتبة الأولى في مسابقة ايريس، اللي هي عبارة عن مسابقة لبعض الروبوتات اللي كتستعمل في الاندستري في المجال الصناعة، اللي كتقوم بمجموعة من المهمات اللي كتساعد الصناعيين على قضاء بزاف ديال العمليات بسهولة. الابتكار اللي كان عندي هو واحد المثال ديال واحد الضيعه فلاحيه اللي كتخدم بواحد الطريقه يعني ذكيه، مثلا انه مثلا من قبل يعني المستعمل ديال ديك الضيعه ولا يعني الفلاح يعني كيخصو يمشي مثلا هو اللي غيديماري ديك البومب ولا ديك لافان اللي كيستعمل. حنا الابتكار اللي عندنا هو انه غيكون هذا الشيء يعني عن بعد، يعني باستعمال واحد الباج ويب مثلا ولا ابليكاسيون ويب غيقدر انه يديماري ديك البومب وداك الالكتروفان يعني عن بعد. كل ابتكار من شأنه أن يسعد البشرية مرحب به. الجامعات تبذل قصارى الجهود لتثمين البحث العلمي، فكم من بحث بدأ من الجامعة وانتهى مشروعا كبيرا تنتفع به الإنسانية. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو أولا رفع الوعي بأهمية تثمين البحث العلمي داخل الجامعة، ونقل كذلك نتائج البحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا إلى الصناعة. فنجد أمثلة كثيرة ومتعددة التي ظهرت فيها الجامعات متميزة ونافست بشكل قوي شركات صناعية كبيرة. في الأيام القادمة ستعقد جامعة محمد الخامس بالرباط ندوة صحفية لتقديم مشروع إطلاق قمر صناعي للجامعة، انطلاقا من وعيها بدور الجامعات في الدفع بعجلة التقدم داخل المجتمعات.